مساكم الله بالخير والعافية، كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة إن شاء الله من العايدين. مناسبة حلول العيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات. طبعا وصلتني رسائل من عندكم، كل أهلنا طيبين وكل أصدقائنا في بلجيكا وفي العراق، ويقولون العيد عيد الفطر المبارك أبو حسين سوت لنا جيمر، شو هذا العيد ما سوت لنا شيء. فلهذا السبب راح أسوي لكم شيء جديد وشيء ماكلينه أنتو أكيد، وهو الجبن العرب، جبن العرب العراقي، جبن العرب العراقي. اليوم راح نسوي لكم جبنة العرب العراقية، أهلنا الطيبين الأصليين العراقيين الأصليين اللي إحنا كنا ناكل الجبن هذا. فاليوم انتبهوا وياي كل الزين على المقادير. نجيب حليب، هذا الحليب زين احبائي، هذا الحليب درجة الدسومة مالته تقريبا 3.5، عيني جيبون يا اما 2 يا اما 3 حسب الرغبة. طبعا رشة ملح، وايضا نصف كوب من الخل، نصف كوب من الخل، واذا ما عندك خل ممكن تخلي ليمون بداله، يا اما ليمونه يا اما ليمونه ونص، المهم. فهذا الخل اللي احنا نستخدمه، شوفوا عيني هذا الخل اللي احنا نستخدمه، اي خل عادي. زين حبايبي، هسه شو راح نسوي؟ احنا راح نفتح الحليب ونخلي الحليب بالجدير. طبعا انا شاعله قبل ثواني. زين حبايب، هذا بعد ما نخلي الحليب، زين عيني، ونخلي الملح شوية، شو راح نسوي؟ راح نخليه يفور، راح نخليه يغلي شوية. من يغلي كأنه استوى ده يبدأ بالغليان، نخلي الخل عليه، نخلي الخل عليه، وين نخلي الخل عليه؟ نعوفه، نعوفه شوية لحد ما ينعزل، ينعزل عندك المي، مي الحليب او الجبن والمي الحليب بنفس الوقت راح ينعزل على سطحه. زين حبايب، بما انه هذا الجبن اليوم اول ايام العيد وهو الاحد، ان شاء الله راح يكفي لي هذا الجبن زين على الاقل من العيد، من نهاية العيد. وان شاء الله اني راح اكون مغادر يوم الخميس الى الدول الاسكندنافية، لان دا اقدر اروح اشوف اخويا، فأريده يكفي لي. زين عيني، إن شاء الله راح أروح أزور هولندا وأزور السويد. زين عيني، وأكيد راح نسوي لكم فيديوهات بصراحة، لأن صار لي هواية ما مسوي لكم فيديوهات. زين حبايبي، فإن شاء الله راح نسوي لكم فيديوهات خاصة بمطار بروكسل زافندن ومطار هولندا أمستردام، وكذلك مطار المتواجد بيه اخويا، او منطقة اخويا اللي موجودة في السويد. زين حبايبي، هسه احنا راح نخلي رشة الملح مباشرة ونخوطه. ممكن تضيفون شوية، يعني مثلا ممكن نخلي نضيف ويا المواد، ممكن نضيف خاشوكتين او ملعقتين صغيرة من اللبن او الزبادي، عند اخواننا واصدقائنا العرب يسمونه الزبادي. زين حبايب، هسه احنا راح ننتظر لحد ما يفور الحليب، عيني نضيف هذا الخل اللي موجود بنضيفه مباشرة وياه وننتظره. ابقوا ويانا مشاهدينا الاكارم. هسه رجعنا وياكم عيني مشاهدينا الاكارم. طبعا هذا الحليب، ملاحظة، هذا الحليب موجود بالكلورايت، موجود بالدلهيز، موجود بالالدي. زين حبايب، فاني ذاك العيد سويت الجيمر العراقي، وهسه راح اسوي الجبن العراقي، جبن العرب العراقي. شوفوا عني مشاهدينا الكرام، اصدقائنا الطيبين، راح يغلي تقريبا، راح يبلش بالغلاء، يعني الغليان العفو. فهذا من راح يبدا بالغليان، راح شنو راح يصير؟ على وشك الغليان، فانت راسا تخلي الخل اللي موجود بيه. زين عيني، طبعا هنا
هنا شوفوا عيني راح يبدأ يتقطع بعد لحظات، وتحاول تحاولون تنصوه من خلال هاي، من خليته شوية الخاو تحاول تنصيه، مو كلش تنصيه وإنما تعوفه، تنصيه وتعوفه. طبعا هنا في بلجيكا ماكو قمر عرب، ماكو جبن عرب، فلهذا السبب احنا كشباب يعني كعزابي طبعا صراحة انه نسوي نعتمد على نفسنا مثل ما يقول، فنعوفه ما نحركه، ما نحاول نحركه ونلعب بيه هواي. شوفوا هسه راح يصير عزل، ينعزل الجبن، شوفوا عيني شلون صار جبن، باعوا هذا صار الجبن، تعوفه ما تحركه ولا هذا، فهو راح يصعد راح ينعزل الجبن ويا شسمه ويا الحليب، الحليب الزائد او المي الزائد. واكو ملاحظة حلوة بالمي، بالنسبة للمي للذبوب، هذا المي للذبونة اللي يبقى للذبونة، شوفوا عيني شوفوا شلون صار عندك جبن، شوفوا هذا الجبن، هذا الجبن العراقي اللي دائما احنا ناكله هناك بالعراق. زين حبايب، ايه زين عيني، فهذه هو هذا الجبن راح يبقى، شوفوا طلع عندنا الجبن هذا راح ينعزل، نطلع من عنده شوية عيني ونخليه. هسه احنا شو راح نسوي؟ راح نخليه شوية بعدين نجيب هذا الصفرية او الجدرية او الجدر وهذه المصفي، ونجيب فتشي ململ، فتشي يعني اي شيء، بحيث يعني مثلا شاش، فانيلة ما تريدوها، اي شيء ما تريدوه، بحيث يكون يوشل، بحيث نخلي الجبن هذا ونصفيه من خلاله. شوفوا عيني انا عندي هاي الفانيلة بصراحة، فانيلة نظيفة مالتي، زين هاي فانيلة تعتبر شاش، زين شوفوا عيني، فهذه راح اخليه هيجي ونصفي به الجبن. زين حبايب، هسه احنا بعد ما خلصنا راح نشيل هاي الادوات اللي ما نحتاجها، ونطلع الجبن على صفحة. شوفوا حبايب، راح نشيل الجبن على صفحة. زين عيني، ممكن تطفوه النار وتشيلون هذا الجبن، شوفوا عيني هذا الجبن راح تشيله وتخليه على صفحة، وتبقي شوية من المي، شوفوا عيني هذا قطع الجبن يا شباب. فأي واحد يريد يسوي له جبن، يريد عنده محل، عنده أسواق، سوي له شغلات هاي مالتنا، أني حاضر تدللون. بعد شوفوا عيني هذا راح شو تسووا؟ راح تجمعون هذا الجبن كله، شوفه مصفي، هذا المصفي موجود، زين عيني، وراح تسووه على حسب الأصول. بعد ما نشيله هذا كله نخليه، وبعدين نلف الوصلة، هذا الشاشة هاي نلفها ونلفها على صفحة كلها. هسه راح اسوي لكم اياها، بس تلفوه على صفحة وتعوفوه، تعوفوه للصبح، تعوفوه للصبح، انا راح اعوفه للصبح زين عيني، حتى يكفيني باكر وعقبا لحد نهاية العيد يعني، لان يعني اليوم احد واول ايام العيد، وعيد اضحى مبارك عليكم، فاكيد انتو راح تشوقون اله. اذا ابقوا ويانا لحد ما اكمل هذا، لحد ما اكمل هذا تصفية الجبن، ها عيني وارجع لكم. شوفوا حبايبنا، حبايبنا الطيبين، هذا بعد ما كملنا، بعد ما صفينا الجدرية عيني، طبعا هذا بعد ما صفينا الجدرية خلينا شوية من هذا المي، تشوفون هذا المي الصافي، هذا ممكن اكو بعض الاحيان يعني مثلا ممكن تقول هذا مثلا، انا طبعا خليت قليل من الملح، بس ممكن تريدون تخلون هنا ملح، تخلون فد ملح انتو، تخلون شوية ملح ويا هذا، بحيث من يكمل هذا الجبن عيني يصير مالح، بس احنا يعني ما انصحكم انه تخلوا الملح هواية، خلوا ملح قليل بحيث يكون يعني نسبة ملوحة زينة. هسا احنا بعد ما كملنا هذا الجبن عيني، خليناه مثل العربيات، احنا نسميه هناك بالمعيديات، ببغاردة نسميه معيديات. شوف المعيديات شلون عيني يسوون هيجي هيجي دائما يسوون، زين، وهذا صفيناه احنا في هاي الوصلة،
الململ او فد شيء يعني بحيث يعزل ما يوقع كل المادة هذه. احنا شو راح نسوي هسه؟ راح نسوي هذه عيني، شوفوا هذه راح نسويها هيجي نلمها، يعني انت تعرفون يعني ما حد وياي بيصور، ف هاي راح تلم هيجي عيني، شوفوا حبايب هاي تلم هيجي وهيجي وهيجي، شوفوا وهاي هيجي راح تلم بحيث تصير مثل الكورة، أو بحيث الجبن كله ينعصر ويبقى معصور، وشلون مثل ما يقول خلي تحاول انه شوفوا المي، تحاولون يا اعزائي المشاهدين تحاولون تخلون فشي ثقيل، فشي ثقيل عليه. يعني هسه عندي هاي مال الفلفل، فلفل الحار ممكن اخليه هيجي عليه للصبح، ها عيني، بحيث يوشل المي. شوفون كده، تشوفون التوشيلة مال المي، باع المي شوفوا ايش قد بي مي، هذا كله راح يتصفى عيني منها للصبح. واكيد راح يكون عندنا جبن عرب، جبن عرب عراقي او الجبن العراقي، زين عيني، وهذا اكيد راح يكون جبن جميل، واتمنى ان يلاقي اعجابكم استحسانكم اصلا. وراح يكون اكيد تعرفون انه هاي هنا أنا بلجيكا ما عندنا هيك، يعني ما عندنا جبن عرب وهاي سوالف والقيمر، زين، فاحنا نسوي اهم شيء انه تسويه بيدك انت يعني، وتعرف انه هاي المادة انت مسويها بيدك، يعني ما مغشوشة ما هذه، زين عيني. وهذا المي نفس مثل ما قلنا ممكن تخلي ملح عليه، وتخلي بعد ما تكمل هذه يصير قالب، عبارة عن شكل قالب، زين عيني، هالكبرى يصير قالب تقريبا حسب ما سويناه احنا عيني، تخليه مباشرة 8 ساعات. انا راح اخليه للصبح، زين عيني، راح اخليه للصبح، وان شاء الله نشوفكم صور ثانية له في مقطع ثاني، بحيث يكون لكم متعة المشاهدة بالفيديو مالتنا. أتمنى أن يلاقي استحسانكم، وأتمنى أن تسوون شير ولايك حتى يشوفونا أصدقائكم أو أقربائكم. تحياتنا لكم، مع أخوكم أبو حسين علي الحافظ، علي الحافظ، مملكة بلجيكا. مع السلامة.